أبو أميرة، كيف استطاع التعاون أن يفرض أسلوبه على جيرارد في هذه المباراة وهو يلعب على أرض الفريق الاتفاقي اللي قبل هالمباراة ما خسر إلا مباراة واحدة على أرضه؟ صحيح، هو شوف من أول المباراة، أول 10 دقائق ربع ساعة، في مباريات تشعر أنه هذا فريق حيفوز، وهذا الشعور اللي وصلنا من خلال معطيات المباراة، أنه التعاون مسألة وقت حينتصر في المباراة، فرض سيطرته تماما، نصب التعاون من الفرق اللي تقدر تقول نصب السيرك من جد، يعني من يوم يمسك الكرة تشوف الكرة مدران مهدي ويتلف الكرة تدور في الملعب، باص عكسي لبارو، باص لبيدرو لكاسترو، التغيير اللعب تغيير المراكز، تعرف انه التعاون في حالته، ويمكن هذا كذكرناه يا ابو نوره وقت الدروب للتعاون، تذكر انت انا قلت طبيعي هذا الدروب، الناس كلها مستغربه، طبيعي لانه مستحيل لاعب مثلا محور الفريقين اللاعبين هذول مدران ومهداوي خلي الاخرين، مستحيل طول الموسم حيكونوا مستواهم، مستحيل، يعني مارادونا هو اللي هو مارادونا لما كان يلعب كانوا يسالوه في بعض المباريات اللي يكون مستوى هابط يقول هي واحده من 4 5 مباريات حيكون سيء فيها في الموسم، فطبيعي جدا هبوط المستوى في ظل انه ما عندك بدلاء كثر، طبيعي جدا، فالدروب اللي حصل هي منحنيات في الموسم، الفرق اللي عندها دكه عاليه وكبيره وقت الدروب تجد البدلاء يحملوا زي ما يقول الرايه، التعاون اللي حصل لهم دروب والان عادوا، واضح جدا من مباراتين السابقة انه الفريق بدأ يعود لحالته الطبيعية، لعبوا كرتهم المعتادة، وبالتالي شفنا فريق التعاون يسيطر سيطرة تامة على الاتفاق بقيادة الكبيرين مهداوي ومدران، وطبعا اليوم بارو قدم مباراة كبيرة جدا، يمكن في مباراة اختفى فيها لكن اليوم كان مقدم مباراة كبيرة، طلع زعلان يا ابو اميرة، طلع زعلان صحيح، انا اقول لك ليش زعلان، هو اكيد كان بيسجل تمام يبي يسجل في المباراة، واضح جدا انه بيسجل، كان كل كورة يطلع ويعكس ويروح يبي يسجل، فلما تغيره تعرف اللاعب يكون في مستواه وفورما ما يبي يخرج، اللاعب يشوف اللي يخرج وما يزعل، انا بوجهة نظري مو لاعب، لازم تزعل بس لا تكون ردة فعلك سيئة، جميل تخرج زعلان، احب اشيد بعون السلولي ما شاء الله عليه تبارك الله، عون السلولي ما شاء الله تبارك الله، يعني واضح جدا انه اختياره للمنتخب فرق معاه كثير، اداء عالي، تمركز، ليش بتكلم هذا الكلام؟ ترى لعب كوره في نهايه المباراه الباحثين طويله الانفراد للباحثين، ترى هذه يلعبون لعيبه الكبار، عارف اللعيبه الكبار في المدافعين الكبار في العالم، الرؤيه كيف طالع رفع راسه لعب الباص الطويل، هذا دليل على اللاعب يملك امكانيات كبيره، اختياره للمنتخب اخرج كثيرا مما عنده، هذا اللاعب كان بدايه في الاتحاد انتقل لأندية كثيره، وجد نفسه في النادي الكبير نادي التعاون، اخر جمله لازم نقولها في التعاون صراحه، دائما نتكلم على الهلال سنوات كثيره، يعني مرجعيه الهلال هي السبب في استمرار الهلال، الشخصيات المعروفه صحيح، التعاون لديه مرجعيه واضح، تغير الرئيس محمد القاسم شفناه السنوات كيف تالق، الان الرشودي مرجعيه المجلس التنفيذي اللي نسمع عنه بقياده الاستاذ عبد العزيز الحميد واضحه جدا، ولكن مع المقارنة مثلا مع الهلال ما الأقل بالتأكيد كثيرا، ولكن فكر كبير جدا جدا، مبروك للتعاون وهارد لك للاتفاق الذي بدأ الموسم مميز يتحول إلى فريق ضعيف في المباراة الأخيرة بصورة غريبة جدا.